مجنون؟ لك يخرب بيته، قول درس من الحوتاب اختفى لعمه. يعني منو هاد برأيك؟ مين بده يكون اللي عم يقوس على المضافة وخص نص مصوب رصاصة على معتز؟ شو رأي عنده؟ مين قالكم كان عم يقوس على معتز؟ ليش ما تقولوا كان قصد واحد تاني؟ ما معقول يكون قصد يفرمني بليلة عسي؟ ليش؟ يا جماعة هذا اللي قوس على أخي معتز، ولو ما اجت بالحديد كانت صابته. يا جماعة لا تشغلوا بالكم، أنا رح باشر التحيات، بدك تشوفوا لهذا المشرق اللي اجى بده يعكر الجو علينا بعد مرة؟ لا أنا رح أعرفه امشوا. إي والله لو كان تحت سابع أرض ما حدا قتاله غيري. رواب رز رواب الله يعليك، خليها بجودة يورشينا مرجلته، بس إذا ما طلع معك شيء إحنا قدها. وحياة خلاوتكم نجيبه ويبك عن يكون، وحياة هدول لا تقولوا رخصت، لو كان بحضن أمه راح تجيبه. انتو انسوا الموضوع. لك شلون مثل إنسان شلون ها؟ وقصوا كان على المقتل. خلينا نفض سيرة يا جماعة ونرجع على المضافة نكمل كتب الكتاب. اسمعوا كل شباب الحارب بتضل هون وعيونكم عشرة عشرة. ترك تشوف عيونكم عشرة عشرة ها على صديق بعد يفرط ممكن بلوك. إن شاء الله ألف مبروك يا فريال خانم، هاتي وفيره. تمشي إن شاء الله ألف مبروك يا أم توفيق، والله فرحت لك من كل قلبي. الله يبارك بعمري. لك آخ منك آخ يا فريال خانم، لو كنت قبلتي كنا عملنا لك عرس مطنطن ولا بنت 14 سنة. إيه بكرة بالمباركة نعمل لها أحلى حفلة. إيه والله. يلا يلا يا بنات غطوا على وشكم بدنا نطلع نوصلها. يلا 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 امشي دوري. يلا امشي يا شهري. امشي الله معك. إن شاء الله الله بيبعت له 200 حمى اللي قوص عليك. تقبرني متأكد إنه ما فيك شي؟ ما لك حاسس بشي؟ ولك ما بني شي ما بني شي، شحني قدامك بشحمي ولحمي. إيه الحمد لله. وين أمي؟ أمك بأوضة عم تستناك. إن شاء الله بتقبر قلبي. هاي هيك ولا؟ سيدي رحت أنا والعناصر لبيت أبو طاحون، دقينا الباب ما حدا رد علينا، داهمنا البيت ما لقينا حدا، إمنا سألنا واحد من الجيران من اللي حسوا علينا، قام قلنا إنه أبو طاحون باع البيت اليوم الظهر. لحظة باع البيت؟ لك وين راح؟ الله أعلم سيدي. بتحب نرفع فيه بطاقة بحث سيدي؟ لا لا روح على شغلك يلا روح روح. حاضر سيدي روح. ما بتحكي يا أبو شوكات؟ متأكد من هذا الحكي؟ إن الله ما كذبني، كل شيء شاكك فيه من ناحية أبو جودة مظبوط، لأنه مثل ما سبق وقلت لك أنا وأخي معتز بزماناتنا مقوصين عليه. أيوه يعني هذا أبو جودة واحد داهي مو سهل منوب. أعوذ بالله، هذا حي من تحت تبن بيلعب على الهسي. اسألني عنه بس أنا كل شيء أكل همه يا سيد مأمون. أخي معتز خايف يورط حاله بشي ورطة بعد ما بلشنا نشك إنه أبو جودة هو ممكن يكون ورا الحكاية. لك يا عصام اللي عم تقوله لساته كله شك بشك، ما حدا متأكد منه، ولو كنت أنت ومعتز متأكدين منه كنت بفرجيك شو بعمل بهذا الضراب الصخن اللي اسمه أبو جودة. قسما بالله كنت بعمله عبرة لخل أهل الشام. أنا لازم لحق أخي معتز قبل ما يعمل له شي عملي. ايه مزبوط. اسمع لك خليك قاعد تكي ولا شعلك. شو صار بالقهوة فريالو؟ الضيف ملبس بين ما رجعلك. يسلموا ايديك على القهوة، انا رح اغير الاوعية. هلا اهلين وسهلين صهري، ان شاء الله نهارك عربي بألف الصلاة وعلى النبي. ايه هيك ها دايم الدوم ابقى طلطل علي. مشان الله ما تواخذيني مرت عمي. تفضل. الله يصعب حاجة يا ابو العز، ما كان ضروري انه نقرص سلاح ونعزي للقران. والله اللي قصده هذا لك هذا الشوال. شو كان بدك ياهم يخرقونا؟ ما شفت اللي صار امبارح؟ طه حاضر طه. يلا مسيك مسيك هي مسيك. يلا شباب خلاص بدي اطمن ان شاء الله ما بصير غير كل خير. عم نعزلك معنا سيد مأمون. الله يخلي لي اياك. يلا بدك شيء؟ سلامة عمرك. السلام عليكم. مع السلامة مأمون بيك. شو هي مأمون بيك؟ اسمع لك من اليوم رايح بتنادي لي عمي، لاني انا بمكانة ابوها لحرمتك ماشي؟ والله على راسي عمي. يلا السلام. ايه صحيح اسمع لك اذا مر لعندك معتز هدي وروق شوي لبين ما رجع. صار عمي صار. يلا سلام.
مع السلامة. على مهلك على مهلك. لك شو عم تساوي يا فارس؟ شو عم تساوي؟ ما في شيء ما في شيء، بس جتنا لهي تعرف طيبة بس شوي مرة. أكلت من هاي؟ شو بتعملها؟ الله يصلحك يا فارس. وينك؟ ثلاث أيام بتضل قاعد بالبيت ما بتحرك منه. لا 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 لا، شو بتساوي هاي؟ شو بتساوي؟ لك هاي اخ يا مامون بيك، اخ اخرب لقطه لهذا المجرم. بس للاسف شلون هرب مني ومن عناصري ما بعرف. يعني افهم من كلامك يا ابو جودات انك ما عرفته. للاسف يا مامون بيك ما قدرت تعرف علي. اسمع يا ابو جودات، هلا انت ما صار لك زمان بتعرفني، واذا بدك تكون على ادناويه يعني لازم نكون صريحين مع بعض. سبحان الله، بتحتاج مساعده عند حدا، واسطه ولا تزكيه، مساعده مني يعني لازم تصارحني في كل شيء واعرف عنك كل شيء. صدقني ما عم بفهم عليك مأمون بيك. بعدين انا ما كذبت عليك لا سمح الله. معناها مصر تلف وتدور وتغني موالك. بهيك حالة قد أعذر من أنذر، وخلينا نتفاهم عند معالي رئيس مكتب الأمن العام. بوس إيدك بامون بيك، فهمني شو الحكاية. هلا اللي بعرفه أنا إنه في تار قديم بينك وبين معتز وعصام، خاصة بعد ما أوصوا عليك. واللي بعرفه أكثر الزلمة اللي بعته ليقوس معتز ويقتله، اجى لعندي وحكى لي كل شيء. قصدك ابو طاحون؟ شعك بتعرفه؟ اي نعم يا بيك بتعرفه، وانا بعته مشان يقتل معتز، لانه جنابك ما بتعرف معتز واخوه عصام شو سووا فيني. اجوا على المغفر لهون وقوصوني مشان يقتلوني، بس رب العالمين ترقف في حالي وما متت. وشح الرصاصة لساها ببطني، وكل كام يوم بينزل جرح علي ما بيخليني نام يا بيك. معناتها انت قاعد ورا هالمكتب مو عامل رئيس مخفر ولا لتحمي الناس ويستتب الامن، عامل لي رئيس عصابة وبتقتل اللي بدك اياه وعلى كيفك. لا ومجند مجرمين للغاية. بوس ايدك يا بيك، بوس ايدك يا بيك. انا ما سويت اللي سويته الا من كتر ما قاسيت من معتز واخوه، بس اعتبرني غلطت، غلطت منك السماح. استر علي، الله يستر على حريماتك يا بيك. ماشي، هالمرة رح امرق لك اياها. كتر خيرك يا بيك، كتر خيرك. بس بتمنى عليك كمان انه ما حدا يضرب الشيء اللي صار، لانه ما بتعرفون انت لهالحالة الطبع يا بيك. هدول ما بينسوا لو بعد 100 سنة. اطمن، انا رح انسى كل شيء بعرفه عنك، وراح نتساعد انا وياك ونلفلف الموضوع، بس بشرط انك تنسى معتز واخوه وتشيلهم من تفكيرك ونخاعك. استبينا يا ابو جودات؟ استبينا ابو بيك، استبينا. اللي بدك يا رح يصير، رح اقيم معتز واخوه عصام من نخاعي وببوس ايدك وحطها على راسي. منيح هيك يا نوري. مرسيدي، الله يرضى عليك يا نوري. روح جيب لنا صدر كبير مدلوقة منشان نحل اسنانه لمأمون بيك حبيبنا. صدر مدلوقة سيدي؟ لا 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 تعذب حالك، وما بدي شغلك عن شغلك، بعدين ما بدي أتأخر عن صلاة الجمعة. ولا تعرف كل هالمعلومات وساكت عنها؟ علي لشوف، اعترف من انت بتعرف انه ابو ساطور اخذ الجسم بيتها بدراع ودفنها؟ من بعد ما اخذها سيدي. وين اخذها؟ قبل ما يدفنها. احكي لي حولك. بلا روح سيدي، خلاص بقول لك من قبل ما يروح على بيروت. وانا ما جيت اقول لك وقتها، بتعرف مشان شو؟ قول لي مشان شو؟ مشان شو؟ لاني كنت مشغول بهذا عزمة مو بيف صاحبنا رفيقنا. بفهم من كلامك يعني ابو ساطور ببيروت. يا عيني عليك، كيف فرحت بيروت فيك يا ابو ساطور؟ وبركة الكلام اللي عم تقول لي مو صحيح. شو قصدك؟ انا كذاب؟ لا قول لي اشوف اني كذاب. كذاب ونص. اما والله لا. اسمعوا لك، إذا المعلومات اللي عطيتني إياها ما لا صحيحة، رح أرفعك فلق بنص حالة الطبع، وخلي الكبير والصغير يتفرج عليك ويعرفوا إنك كنت عم تكذب على الحكومة. هلا أنت بدك ترفعني فلق؟ لو شو لك أنت مو عارفة مع مين عم تحكي. يا سيدي موافق ترفعني فلق، بس اللي عندك شرط. يعني هو مو شرط، هو طلب. فيك تقول تمني، تمني سيدي. بحكي لك سيدي،
إذا تأكدتوا إنه المعلومات اللي قلت لكم إياها صحيحة تبع أبو ساطور، بوش إيدك ما تجيب سيرتي، إيش منه أنا ما بحب الشوشرة. تضرب أنت والطلب، الطمن ما راح يجيب سيرتك. بس بتمادي لك، إذا طلعت معلوماتك كسب، يا ويلك مني، راح أرجيك نجوم الظهر. شو علي؟ بتمون أبو جودات، بتمون على الرقبة، والرقبة شدادي، يا عيون. أبو جودات، بدي أسألك، هلا أنت قبل ما يكون عندك جودات، شو كانوا ينادوا له؟ سد نيعك. سد نيعك، عاشي الأسامي. حلو، ألف مبروك جناب الكوميدان. أنا كنت كتير سعيد لما سمعت أنه حضرتك صرت بمكتب مفوضية الأمن العام. ميرسي، ميرسي انفينيمون. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. شكرا. En réalité, أنا في الحقيقة لما كنت مسؤول عسكري بحارة الضباع ما كنت أعرف تفاصيل كثيرة عن طبيعة عملك هناك، وطبعا هذا عائد لعدم التنسيق بيننا وبين الجهاز الأمني. ولا يهمك، أهلا مامون بك. لازم تعرف أنه أنا محتاج إليك كثيرا، أنا بثق فيك ونحن بحاجة لنتعاون كثيرا، لذلك لازم أنت تحطني بصورة حارة الضبع بكل تفاصيلها. ابن عمي. شبك؟ فيك شي؟ ليش شعرت؟ ما في شي، ما في شي، بس هيك حاسس حالي مخستك ومضابع شوي. سلامة قلبك تقبر هضام. الله يسلمك. يسلم وديها. ابن عمي. شو رأيك احكي لك حكاية حلوة كتير كتير كتير؟ احكي هاتي. لشو؟ كان يا مكان بقديم الزمان، سالف العصر والأوان لحتى كان، كان في تاجر كبير كبير كتير من أكبر تجار الشام، وهالزلمة صار له متجوز أكتر من 7 سنين، واختي ما كان يجي لا ولد ولا تلد، وهالحرمة اللي عنده يا ابن عمي ضاجت ضاجت كتير وطق قلبه على ما تشوف صبي أو بنت. وبليلة من الليالي دعيت لربه وقالت يشهد علي ربي، يشهد علي ربي، إذا بيجيني صبي أو بنت ما رح أسميهم لحتى يكبروا وهنن يسموا حالهم لحالهم. أيوة. وبإذن الله وكرمه يا ابن عمي كانت بواب السما بهديك الليلة مفتوحة، وهالحرمة طلعت بنفس اليوم حبلة. يا لطيف. ايه ابن عمي، ومرق شهر وراح شهر واجا شهر، وهالمرة ولدت وجابت بنت بتاخد العين، بتقول للقمر قوم لأقعد محلك.